هذا الفيديو عبارة عن فشة خلق، فشة خلق لكل البلاوي اللي عم تصير مع كل السوريين. ولوحدة من المشاكل اللي صار لها فترة عم عاني منها. ما في معلومات تقنية هالفيديو، ولكن حيكون فيه فشة خلق كبيرة اللي عم نعاني منه نحن كسوريين اليوم. اللي متابع القناة بيعرف انه صلي فترة منيحة ما نزل فيديوهات، وصلي فترة منيحة ما طلعت لا على السوشيال ميديا ولا احد سمع صوتي. الحمد لله انا بخير، ما في اي شيء. الحمد لله ما في عندي حدا من عائلتي تعرض لاي، خلينا نقول مرض او كوفيد 19 او اي شيء. يلي صار وعم الاحباط الكبير اللي صار عندي هو بسبب اليوتيوب تحديدا، وبسبب كوني انسان سوري. نعم، اللي صار هو التالي: القناة وصلت للألف مشترك، ووصلت للأربعة آلاف ساعة مشاهدة، الشروط اللي تطلبهم اليوتيوب منك لحتى تبلش تاخد انت ارباح، والامور كانت جميلة وماشية، والمتابعين كانوا موجودين عم يتفاعلوا مع الفيديوهات، والحمد لله كنت ماشي بخطة معينة، وناوي انه بعد فترة من الزمن يصير اليوتيوب هو الركيزة الاساسية لشغلي. اللي بتفاجأ فيه بعد ما تمت الموافقة على انه القناة تكون جوا يوتيوب بارتنرز، اللي هو البرنامج اللي انت المفروض انك تقدم، خلينا نقول الابليكيشن عليه، الاستمارة عليه كرمال انت تصير تحقق ارباح ويحطوا اعلانات جوا الفيديوهات تبعك. الخطوة اللي بعدها، طبعا فليكس حابب يشارك بالفيديو بس بطريقة مزعجة، الخطوة اللي بعدها هي انه تروح انت تنشئ حساب ادسنس وتوثق هذا الحساب. لما تجي بدك توثق هذا الحساب تستخدم جوازك السوري، بيرفضوه كونك انت مالك قاعد بسوريا، مع العلم انه هذا وثيقة المفروض ان هي تمثلك، بس ولكن كونك انت موجود بتركيا فبيطلبوا منك شيء تركي، بتقدم لهم الوراق اللي قدمت لك اياه الحكومة التركية اللي تأثبت انه انت انسان عايش داخل هالبلد بطريقة نظامية. كمان ما بيوافقوا عليها وبيقولك هي غير معترف فيها، بدهم اقامة من نوع اخر. بتقدم وراق طالعة من جهة الحكومة التركية، ان كان اقامة، ان كان قيد نفوس، ولا ان كان كل الامور اللي ممكن تخطر على بالكم اني اقدمها. الشيء الوحيد اللي ما قدمته واللي اخر شيء تحججوا انه اذا انا جبته ممكن انه يمشي الحال اللي هي شهادة السواقة التركية طبعا وليس السورية. هذا الكلام ضليت اكثر من شهر وانا عم ببعث للسبورت تبع اليوتيوب، اللي هو المفروض انه في سبورت لكل قناة بحيث انه يدعموا هي القناة بانه تكمل اثراء المحتوى على اليوتيوب. ضليت عم حاول، ما خليت طريقة اني احاول اتواصل مع جماعة جوجل ادسنس بحد ذاتهم، ولكن ما في اي وسيلة للتواصل معهم. تدخل على صفحة لحتى تتواصل معهم عن طريق مثلا كاتبين لك فورم معين، بتلاقي انه هذا الفورم اصلا غير موجود، تبعت لهم على تويتر ما حدا برد عليك. طبعا اليوتيوب ردوا وقالوا لي انه تواصل مع السبورت، وصلت مع السبورت تبع اليوتيوب، قالوا احنا عم نتابع القصة اول مرة وتاني مرة وتالت مرة وما في اي نتيجة. طيب، اولا مو نحن اللي اخترنا انه نكون بهالوضع اللي نحن فيه اليوم، ولا نحن اللي اخترنا انه نتهجر من بلادنا، لانه هيك الظروف كتبت علينا، ومثلنا متايل ومثلنا جنسيات اخرى عم يصير عندهم بلاوي متايل. انا ما عم حدد بس موضوع السوريين، ولكن يمكن في مثلي من غير جنسيات كتير اشخاص، يمكن اخواتنا العراقية، يمكن اخواتنا اللبنانية في عندهم نفس المشاكل، بس مو نحن اللي اخترنا هذا الكلام، ولا نحن اللي عن طيب خاطر عملنا هذا الحكي. هذا الكلام صار وتأثر فيه بلاوي زرقاء. مين اللي سببه، شو اللي سببه، كلياتنا بنعرف هذا الكلام، وما بدي فوت بهذا النقاش هذا على هالقناة لانه هي قناة تقنية بالنهاية. ولكن الفيديو كلياته مثل ما قلت لكم هو عبارة عن فشة خلق، وفي رسالة بنهاية الفيديو حابب اوصلها للجميع. ثانيا، لما بيكون في شخص عم يحاول يعمل شيء مفيد، لما بيكون في شخص عم بيحاول يغني المحتوى العربي وتوقفوا بوشه بهذا الشكل، هذا لحاله عبارة عن
هدم لا 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 اي محاوله للمحاولات. خلينا نقول معموله ان هن ضد كل العرب، لا انا عم بقول ان هن بدهم فرصه بس لحتى انه او حجه او ما او ما عم يطلعوا بالطريقه الصحيحه اللي لازم يطلعوا فيها. خلينا نقول حتى ما اظلم او احكي كلام اعتباطي. خلينا نقول طبعا كمان بعده فليكس عم يحاول يشارك بالفيديو بطريقه مزعجه. فالرسالة اللي حابب اوصلها بنهاية هذا الفيديو، او الشيء اللي انا قررت اني اعمله بنهاية هذا الفيديو ومصير قناة اركتيك اليوم، القناة ما رح تسكر، واللي قررت اني ساوي اني كمل تنزيل فيديوهات لانه انا هذا الشيء بحبه قبل ما ارغب انه يكون في دخل مادي من وراء هالقناة هاي، واللي مستحيل حدا يقول انه انا عم بشتغل شيء حتى لو ما اجاني من وراء مصاري مفارقة معي. لا خلينا نكون واقعيين، الحياة اليوم في مصاريف، في التزامات، في مليون قصة ومليون شغلة ومليون حكاية. فاللي قررت اني اعمله اني حكمل بالقناة وحكمل بشيء انا بحبه، عسى انه بطريقة او باخرى تنحل المشكلة، عسى انه اليوتيوبرز التانيين العربي اللي المفروض نكون كلياتنا ايد واحدة يشوفوا هذا الفيديو ويكون في لهم تأثير بهذا الموضوع. حاولت اتواصل مع اكثر من يوتيوبرز عن طريق الايميل او عن طريق الانستغرام، يمكن وقتهم ما بيسمح لهم او يمكن هن اصلا ما بيتواصلوا غير مع الاشخاص اللي قنواتهم كبيره وعندهم عدد كبير من الانفلونس من المتابعين وعدد كبير من المشاهدات. ما بعرف، في كتير اسماء حاولت اتواصل معها ما استفدت شيء، ما لقيت اي رد. بالنهايه هذا الشيء انا بحب اعمله، ولما بلشته لانه هذا الشيء انا حابب اعمله، مو كرمال انا والله اطلع على اليوتيوب او اني انشهر او انه يصير في لي قناه على اليوتيوب، لا. انا شخص لما تخرجت من جامعتي كان هدفي اني اخذ ماستر واخذ دكتوراه واتجه لمجال التعليم ولمجال التدريس. الظروف للاسف ما خلتني اروح لمجال ما خلتني اقدم على الماستر ولا خلتني اقدم على الدكتوراه واني اتجه بهذا المجال. فلذلك قررت انه تكون هي القناه منصه لهذا الموضوع. شوية أخبار تقنية على شوية أمور تعليمية على يعني خلينا نقول كوكتيل من الأمور اللي بتفيد الأشخاص، أحسن ما تروح تقعد تتفرج على فلان عمل مقلب بفلانة والعلاق المصدي اللي عم يحاول يعبوا عقولنا فيه. لا، خلي المحتوى العربي يكون شوي هادف. ما عم نقول إنه المحتوى الأجنبي كلياته هادف، بس ولكن المحتوى العربي للأسف معظمه تافه ومعظمه غير جدير بالمتابعة، إلا بعض القنوات اللي فعلا محتواها رائع جدا. خلي المحتوى العربي يكون أكثر في معلومات، أكثر في فائدة للأشخاص اللي عم يتابعوها. شكرا كتير لكل الأشخاص اللي سألت ليش ما تنزلت فيديوهات، ويني وين مختفي. شكرا كتير لكل شخص حيدعمني أو دعمني. شكرا كتير لكم، وفعلا صعب الإنسان يكون سوري. هذا كان فيديو لليوم، وإن شاء الله تعالى رح أحاول بقدر الإمكان أني أرجع الفيديوهات مثل ما كانت. سلامات.